لطالما قرعت آذاننا خطب الأئمة جزاهم الله عنا خير في خطب الجمعة وهم ينادون زوجوا الشباب، زوجوا الفتيات، زوجوا أبناءكم، زوجوا بناتكم. أنا أسأل الآباء، هل كل من تقدم لبنتك لا ترضى دينه ولا خلقه؟ هل كل من جاك وطرق بابك رديت بنتك عنه وقلت هذا ليس بكفؤ؟ إذا متى تزوجها؟ واسمعوها يا آباء، واسمعوها يا إخواني، وشوفوا التأثر. يقول بلغت البنت 40 أو 50 عام ما تزوجت، حبسها أبوها عن الزواج، فلما حضرتها الوفاة دعت أبوها فقالت وين أبوي؟ فجاء أبوها بين يديه وجلس، قال يا بنتي آمري، عسى الله أن ينزل عليك الشفاء. قالت يا أبوي قل آمين. قال آمين. قالت قل آمين. قال آمين. قالت يا أبوي قل آمين. قال آمين. قالت حرمك الله الجنة كما حرمتني الزواج. أسألكم بالله، من منا يتحمل هذه الكلمة؟ حرمك الله الجنة كما حرمتني الزواج. اليوم بعض بناتنا تشتاق أن تسمع كلمة يمه وأبوها حبسها، وإخوانها بعض الأحيان المتسلطين هدانا الله وإياهم وجميع المسلمين لما يرضيه حبسوها بغير حق. وإما أنهم يترفعون في النسب، لا يسيرون على وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أريد إلا ابن عمي وابن خالي. ما دام أن النطفة طيبة والعرق طيب والمتزوج والطالب للزواج طيب وخلوق ومحترم ومؤدب والكل يثني عليه خيرا ولم تظهر في سيرته إلا كل خير، لماذا تمنع بنتك من الزواج منه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا ما زوجت فساد. تدرون ما هو الزواج؟ تدرون ما هو الزواج وأهميته؟ أنك تزوج وتعين عليه، لأنك لو ما زوجت سينتشر الزنا، سينتشر الخطف، سينتشر القتل. اقرأ في الجرائد والمجلات كم عدد الأطفال الذين يخطفون أعمارهم ما تتجاوز 5 سنوات، يخطف ويقتل بعد أن يعذب في الحرام ثم يرمى في الشارع. هل هذا ما يريد بعض الآباء والأمهات؟ هل هذا ما يريد بعض البنات اللواتي تتعذر أنها لا تريد الزواج؟ أريد أن يكون شكله كذا ولونه كذا وأهله كذا وعائلته كذا وسيارته كذا، وأن يكون يملك رصيد في البنك، وأن 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 إلى آخره، حتى يطير الزوج ثم تصبح آنسا ثم تقول والله لو تقدم لي من لا يملك ريال واحد لتزوجته.